أكوان الله وآياته أفاق النور وبركاته مرج البحرين بحكمته لا يبغي ملح وفرات خلق الأكوان وزينها أضواء النور وسبحات وجبالا أرسى بقدرته زرع وثمار ونبات أحوال الخلق يدبرها شهدت بالجود الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في هذا اللقاء الإيماني العلمي المتجدد من سلسلة آيات للموقنين. الله تعالى يقول: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. أيها الأحبة، سوف نتابع رحلتنا التدبرية والتأملية في رحاب هذه الأرض التي أمرنا الله أن نتأملها. أمر كل واحد منا أن يسير ويتأمل في الأرض. قال تبارك وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. اليوم أيها الأحبة، سوف نتأمل تحديا قرآنيا أطلقه القرآن قبل 14 قرنا، عندما تحدى الإنس والجن أن ينفذوا من أقطار هذه الأرض أو من أقطار السماوات. الله عز وجل هو أعلم بالأرض وبالسماء. ثبت أيها الأحبة أنه يستحيل علميا أن تنفذ من أقطار السماوات أو من أقطار الأرض، يستحيل أن تتمكن من الولوج إلى باطن الأرض لتنفذ من الجهة الأخرى، ويستحيل أيضا أن تنفذ من أقطار السماوات أو حتى أقطار المجرة. لذلك الله تعالى قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه آيات تحدي عظيمة لنتأمل هل تمكن الإنسان من كسر هذا التحدي الإلهي؟ حاشا لله. هل استطاع أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض؟ أيها الأحبة، أقصى نقطة وصل إليها الإنسان هي في أعماق المحيط الهادئ 11 كيلومتر. لا يستطيع الأرض قطرها بحدود 12,750,000 كيلومتر. تصوروا أنه اخترق 11 كيلومتر، مع العلم أنه لم يخترق، هو نزل فقط إلى أعماق المحيط، هو لا يتمكن من الاختراق أصلا. لنأخذ مثلا الكون، أقصى نقطة وصل إليها هي القمر الذي يبعد قليلا جدا عن الأرض، بينما لو أخذنا أقرب نجم إلينا يبعد 4.3 سنة ضوئية، أقرب نجم، ولو أردنا أن نسير بسرعة الضوء، وهذا مستحيل علميا، سنبقى 4.3 سنة حتى نصل إلى هذا النجم. ويقول العلماء إن قطر مجرتنا فقط أكثر من 120,000 سنة ضوئية. يعني أيها الإنسان، لو أنك امتلكت قوة تستطيع أن تسير بسرعة الضوء
300,000 كيلومتر في الثانية، ينبغي عليك أن تبقى 120,000 سنة فقط لتخترق المجرة، لتخترقها من قطر من المحيط إلى المحيط، لتخترق هذا القطر أو لتعبر هذا القطر، قطر المجرة، 120,000 سنة. آيات للموقنين. كم نحتاج لاختراق قطر الكون المرئي فقط؟ أبعد مجرة تبعد عنا أكثر من 13,000 مليون سنة. تصور سنة ضوئية طبعاً وليس سنة كزمن، سنة ضوئية هي واحدة قياس المسافة تساوي 10 تريليون كيلومتر. فأنت أيها الإنسان، لنفرض أنك تريد أن تخترق أقطار السماوات، ينبغي عليك أن تقطع مسافة، لو سرت بسرعة الضوء ينبغي عليك أن تقطع مسافة تقدر ب 13,000 مليون سنة ضوئية. يعني ينبغي أن تعيش 13,000 مليون سنة فقط لتعبر الكون من حافته إلى حافته، وهذا الكون المرئي، نحن لم نرى السماوات السبع. إذا ما هذا القسم العظيم أيها الأحبة؟ يعني ثبت علميا، نستطيع أن نثبت علميا أنه يستحيل أن تخترق أقطار السماوات بسبب المسافات الهائلة جدا المرعبة التي يعجز العقل البشري عن إدراكها. كذلك هذه الأرض لا تستطيع أن تخترقها، لا يستطيع الإنسان بسبب الضغوط الهائلة التي تستطيع أن تذيب أي مادة وتصهرها. يعني الإنسان لو نزل إلى أعماق المحيط من دون غواصات، دققوا معي، ضغط الماء سيسحقه تماما، على عمق فقط 1000 متر سيسحق، أو 300 متر حتى. فكيف إذا نزل على عمق 11,000 متر؟ لابد أن يستخدم غواصات ذات سماكة كبيرة جدا وتتحمل هذه الضغوط العالية، وهذه الغواصات أحيانا تغرق، وسمعنا بحوادث لغرق غواصات على الرغم من التجهيزات العالية جدا وعلى الرغم من متانتها، تغرق وتختفي في أعماق المحيطات، سبحان الله. إذن هل تمكن الإنسان من كسر هذا التحدي الإلهي؟ طبعا لا، ولن يستطيع. قال تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. إذن من هو الضعيف؟ إنك أنت أيها الإنسان. هذه الآيات أرجو أن تكون وسيلة لتعود بها إلى خالقك ورازقك، وتتذكر يوم لقاء الله، ونتذكر لقاء الله تبارك وتعالى عندما قال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آياته للموقنين، رتلت ذكرا مبينا، شمسه بالنور تسري، جل من أجرى العيون، أبدع الأغصان فضلا، أنبت الحب الحصينا، أجرى بحرا عند بحر، برزخ الآيات فينا، مالك الأقدار رب.